نرجع معكم مشاهدينا على نورسا تيلي لوميير. اهلا وسهلا فيكم، نهاركم مبارك. وهلا عنا اتصال مباشر مع سكايب مع زميلتنا ليا معماري من زحله، اللي هي عم تحتفل بتكريم ليا لاصدار كتابها الجديد تراب الغربه. ليا صباح الخير، سلم المسيح معك. سلام المسيح دومينيك، صباح الخير لك ولكل زملائنا والمشاهدين. نعم، للحقيقة مش أنا اللي عم بكرم حالي، أنا الفضل للرب دائما ولمكتب نورسات زحلة بشخص مديرته يلي موجودة معنا وعم نشوفها اليوم عبر سكايب، ست شفيقة ساسين، يلي هي بالتعاون والتنسيق مع كل الفعاليات الزحلوية من مطارنة من كهنة ومن أيضا مجتمع مدني، قرروا أنه يقدروا يحتفلوا ليس فقط بليا إنما بقضية ورسالة لوميير يلي أرادت أنه من هذا الكتاب أنه توجه عصارة ألم مسيحي العراق يلي هي بتمثل معاناة كل شخص مسيحي منا. فاليوم فعلا دومينيك منذ ساعات الصباح الأولى التقينا بمدير عام جريدة الروابي الأستاذ أنطوان زرزور. هلا نحن موجودين بهيدي الأثناء بدارة مطرانية لموامي عند سيدنا جوزيف معوض، بعدين حنلتقي بالمطارنة الآخرين على صعيد مجتمع الزحلاوي، وبتنتهي المحطة عند مطران أنطونيوس السوري يلي مطران زحلي والبقاع وما يليهما للروم الأرثوذكس، وصاحب السيادة كمان رح يخصنا بتكريم خاص قناة تيلي لوميير ونورسات، إن كانت تيلي لوميير الأم أو مكتب نورسات زحلة. أنا اليوم دومينيك من منبر سكايب ست شفيقة باسمي وباسم إدارة تيلي لوميير بدنا نشكر مكتب زحلة على هيدي اللفتة التكريمية يلي بتنم عن محبة وعن الأخوة يلي بتجمعنا بتيلي لوميير. ما بعرف اليوم زميلنا دومينيك معنا أكيد بالنور معنا، إذا بتحبي توجهي رسالة اليوم من هيدا المنبر الزحلاوي عبر نورسات والنور معنا. أنا كمان بدوري بدي أشكر كل العاملين بمحطة تيلي لوميير، كل الأخوة كمان اللي عم بيشوفونا هلأ عبر شاشة تيلي لوميير، هالشاشة اللي صارت ضرورة حتمية لكل بيت. وكمان بدي أشكر الست ليا اللي هي الإعلامية والباحثة اللي دايما بتفتش على الحقيقة وما بتحتفظ فيها لحالها وإنما بتنشرها لكل المجتمع. شكر لك كبير ليا معماري على نشاطك على جهودك، عن جد يعني جهود ما فينا إلا ما ننوه فيه. وبنشكر كمان كل الفعاليات الدينية والاجتماعية بزحلة اللي اليوم رح نلتقي فيهم واللي التقينا فيهم، وبنشكرهم على استضافتهم لنا واستقبالهم، وإن شاء الله هالكتاب يكون بكورة أعمال على هالصعيد هيدا ويكون له كمان تتمة لاحقة. شكرا لك. مرسي شفيقة. كمان معنا نعم دومينيك تفضلي. نعم معنا كمان زميلنا توني أبو نعوم يلي هو عم بيقوم برصد كل اللقاءات كمان مع المطارنة مع الفعاليات مع الناس هون بالمجتمع الزحلاوي يلي كلهم مبسوطين بالدور يلي قدمته تيلي لوميير واللي أنتجت هيدا الكتاب يلي قدرت تخدم فيه من خلال هالكتاب قضية مسيحية الشرق الأوسط ولا سيما مسيحية العراق. كمان توني أنا اليوم بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم ومفرغ كل وقتك تكون معنا لساعات متأخرة بهيدا النهار الطويل، شكرا لك توني. دومينيك يعني فعلا من خلال لقاءاتنا مع المعنيين منذ ساعات الصباح شيء بيعزي وبيفرح القلب انه تيلي لوميير لما وصلت برغم انه امكاناتها المتواضعه قدرت حققت ما عجز عنه الاعلام الاخر وقدرت غطت كثير عجز كمان ما لم يحققه الاخرون. هيدا الشيء اليوم بيعطينا وسام كثير كبير لنا ومفخره كثير كبيره انه احنا ابناء هيدي المؤسسه ورسل من خلال تيلي لوميير. اكيد مشكورين كلكم شفيقه، كل الفريق، كل الفعاليات زحله والبقاع اللي هو شو بدنا نقول مربد للقداسه والكنسيه والدعوات الروح المسكونيه اللي بتجمع دائما بين كل اطياف مجتمع الزحلاوي بين كل الكنايس. فعلا دومينيك ما بنحس بتفرقه بين ارثوذكسي وبين كاثوليكي، الكل بيعمل لقضيه وحده ولرساله وحده هي الانسان، وهيدي فعلا الرساله اللي نحن اليوم اردنا انه نحملها من زحله مع كتاب تراب الغربه تزيد الرساله وتصبح الرساله رساله مضاعفه. انا ليه اول شيء بدي يعني شهادتي مجروحه فيك على يعني البروفيشناليزم تبعك، على حرصك انه يعني تفوتي بتفاصيل الحدث وتوصليه باحسن وافضل وجه. حابب يعني اكيد بحييك عبر شاشه نورسات تيلي لوميير، وحابب هيك نرجع اذا فيك تعطينا بكلمتين الكتاب هذا الجديد اللي اصدرتيه من كل سفراتك ولقاءاتك والتغطيات اللي قمتي فيها، خبرينا هيك من قلب انه يعني القيمة المضافة أكيد الموجودة فيه، شو كيف فينا هيك نوصلها للمشاهدين؟
نعم دومينيك، هيدا كتاب مثل ما شاهدت حضرتك بالاحتفال الرسمي اللي أقمناه بتالي لوميار الأم بالدورة. هيدا كتاب اسمه تراب الغربة، هيدا العنوان لحاله بيلخص قضية واحدة، إنه أرضنا أرض مقدسة، إن كان بلبنان إن كان بسوريا إن كان بالعراق، نحن أصحاب أرض وأصحاب حق. لهيك نحن أردنا من هيدا الكتاب نأكد بأنه المسيحي العراقي أرضه هي أرض مقدسة وترابه هو تراب غالي. حلو. ومن هون شددنا بهيدا الكتاب أنه العودة هي يجب أن تكون عودة حقيقية، وإن كانت مشوبة بأشواك، لأنه لمين بدنا نتركها هيدي الأرض. لهيك نحن نقلنا شهادات حياة من إخوتنا العراقيين يلي قرروا يرجعوا لأرض آبائهم وأجدادهم رغم درب الآلام الطويل. آمين. الله يقويكم ليا معماري من زحلة شفيقة، كل الفريق الله يخليكم. زحلة هي يعني راية السلام ومثل ما قلنا والقداسة، تبعناها بالمسيرة الإربانية اللي صارت مش من كم شهر، قدوة لنا أهل زحلة وأهل البقاع الله يقويكم. مكتب تيري لوميار نور ساد كمان، ليا معماري إلى اللقاء القريب. نتمنى لكم نهار مبارك للجميع، وأكيد تحياتنا لكل أصحاب السيادة.